قبل من هادشي بيومين قلنا ما كاينش واحد اللي غيتعاود من الناس. هاد المسؤول ديال العماله كنشكرو الله يجازيه بخير. إذن دائما المتبعي قناة صوت العدالة ساتيفي كنتواجدوا بالمقر ديال العمالة ديال عمالة بن مسيك. الناس المسؤولين ديال العمالة مع بعض الناس في حوار ريثما يلقوا الحل فيما بينهم. فهذه هي الرسالة، هذو هما الإدارة، هذو هما الناس المسؤولين، هذو هما الناس اللي كيهمهم السكينة، وهذو هما الناس ديال الخدمة. باش ما يبقاش خلاف بين الناس وبين الداعي، عارف هاد المسألة. قول لي المطالب، حنا كنتفاديو المطالب سهلة، المطالب اسمح لي سيدي هو أن الناس حنا عارفين الإشكال ديال الوعاء العقلي في المسيب، وعارفين أشنو واقع. الملفات تبات في البيت ديالكم كاملة، الملف بالنسيب كبير، حنا عارفين هاد المسألة. الناس هادو تلقاو لهم حل قانوني هو انهم يرجعوا لبلايصهم بشكل عرابات ماشي قوابل تسيول. يبقى الطريق فين يمشي ويجي الناس كبير، وهاد الناس الى قطعوا القوط ديالهم اليومي ويجمعوا اي تجاوز الوقت نجمعوا كما عندنا دار. لا بالنسبه للكرارس حنا ربحنا في السوق ما خدناش في النص. لا لا خسارية لا هذه طلبات ديال الساكنة المسؤولين. فالان الرئيس خدا الكلام بعين الاعتبار، فوالا طريقه اللي هي حضاريه دبلوماسيه. الناس قالوا الضرر ديالهم، كيبقى المسؤولين غادي يدخلوا ياخذوا قرار وغادي يخرجوا يجاوبوا هاد الناس الباعة المتجولين في القطاع ديال سباته. فبرافو لهاد الناس اللي بكل صراحه سنطوا لهاد الناس هادو، وغادي يخرجوا معاهم بحل، على الاقل يكون حل ترقيعي. شاهدين طلبة من الناس المسؤولين يديروا معنا شي حل. اي واحد هنا كاري، اي واحد عنده المعيشه غاليه، واي واحد عنده المضرور، كلشي مضرور. هاد الناس كاع صحاب الطوابل صحاب قيصريه مضرورين. تطلبوا من الناس المسؤولين يديروا معنا شي حل. اشي تطلبوا من الناس يطلبوا معنا شي حل. لا ضرر لا ضرار. تطلبوا من الناس يديروا معنا شي حل. كل شيء راه كاين اللي كاري، كاين اللي عنده مريضه، كاين اللي بنته مريضه، كاين اللي مريض. كل شيء مريض، كل شيء مريض.
وكل الناس كل ما غايبش بنادم اغلبيه اللي حيدوا الطواب الناس هادو غايب بنادم غايبش شنو غايدير الناس مشردين شنو غايدير بنادم ديروا معنا شي حال يخدمونا ديروا شي لعيبه حنا مع النظام حنا في قناه صوت عدنان صا تي في معنا بعض المواطنين اللي هما الان كيطالبوا غير بالصوت اليومي ديالهم. خويا اهلا ومرحبا بك في قناه صوت عدنان. السلام عليكم خويا والسلام على المغاربه كاملين اللي كيشوفونا مباشره. حنا خويا دابا جينا كنطالبوا هنا المطالب ديالنا هو كنطالبوا القوت اليومي والعيش ديالنا. حنا كهاد الباعة المتجولين حنا ماشي باعة متجولين حنا باعة قارين في هاد البلاصة هادي اللي كنبيعوا ونشتروا فيها حنا لمدة واحد 25 سنة ولا 30 سنة. والطلب ديالنا هو أننا بغيناهم يديروا لنا شي سوق نموذجي أو شي تنظيم أو شي حل وسط. حنا هاد الوالي اللي جا حنا كنتشرفوا بالمعرفة ديالو كنرحبوا به مرحبا و100 ألف مرحبا وحنا مع النظام ومع القرار وكنتمناو السلطات المعنيه والناس المسؤوله اللي كتعني بها الامر كوزير الداخليه ووزير الصناعه والتجاره ووزير الشغل يتصنتوا لينا ويعطيونا اذن صاغيه ويلقاو لنا شي حل. ما عندناش البديل ويقدروا الظروف ديال المواطنين. حنا ما عندناش البديل وكنصروا كنطلبوا الله يتعاونوا معنا ويديروا معنا اليد في اليد وما يشتتوناش. هذا شتات دمار دمرونا. حنا ما لقيناش ما ناكلوا من اليوم. انا كنهضر كشخصيا انا ابر على هاد الناس هما راه كل واحد المشاكل ديالو. انا كريب 30000 ريال وعندي المراه مريضه وعندي مسؤوليه وكنصير على دارنا ومصدر العيش ديالي هو هاد الفراشه هادي. من نهار عقلت على راسي وانا كنلقى راسي في الفراشه وما لقيتش البديل. الا كاين شي بديل حنا راه حنا كنتمنوا يديروا لنا البديل او نستافدوا كجميع العملات من المبادره الوطنيه للتنميه البشريه اللي عطاها لينا سيدنا. حنا ما استفدناش منها وما شفناهاش لحد الان. كنطالبوا من هاد الناس هادو يتصنتوا لينا ويعطيونا اذن صاغيه وعاش الملك وعاش الملك وتحيه نضاليه. وحنا راه خوت وما عندكمش فين ترميونا. وكان دائما المتبع قناه صوت عدنان طارق رشدي. اشنو المطالب بعدا كنعيشوا هاد الامور؟ بعدا كنشكروا جميع المنابر الاعلاميه اللي ساندت الباعه المتجولين او الفراشه ديال بن مسيك في المحنه ديالها. اول حاجه كنا درنا واحد المجموعه من الاشكال النضاليه. الاول كيتمثل في وقفه احتجاجيه امام جماعه بن مسيك اللي كنا كنتسناو في المسؤول الاول يخرج البارح ويعطينا واحد التصريح ولا يعطينا اسباب اخلاء هاد الناس من جم. لكن مع الاسف السلطه المنتخبه ديما كتلعب الدور ديال خمس سنين لخمس سنين عباش كتوافق مع المواطن. اليوم كنا قررنا اننا غنتوجهوا للعماله ديال بن مسيك في اطار الحوار. الحمد لله بعد وصولنا للعماله ديال بن مسيك كنلقاو مسؤول واتحمل كامل المسؤوليه، مسؤول على الشؤون الداخليه بعماله بن مسيك اللي خدا المطالب ديالنا ودخل على اساس انه يطرحها على المسؤول الاول في العماله ديال بن مسيك واللي من خلالها كترجاو حلول ايجابيه وجدريه لهاد الناس. وفي انتظار هاد الحوار كنشكروا السيد مدير الشؤون الداخليه وعامل عماله بن مسيك واجهزه السلطه الاداريه اللي سهرات على تنظيم هاد الاشكال الاحتجاجيه وعدم احتكاكها بينا بشكل كلي. يعني ما كانت شي اعتقال او لضرب احد المواطنين او الى اخره. الحمد لله استشعرنا واحد شويه من الحقوق ومن الحريات من خلال مسيرتنا، بحيث ان هذه كنسميها انا مسيره الجياع. ما يمكنش واحد غادي تحرمه من القوت ديالو هو ما كيعرف يدير حتى شي حاجه من غير البيع والشراء. الخميس كانت العمليه، الجمعه الاسر تشردات، مع العلم ان منطقه بن مسيك كان مبرمج فيها ثلاثه اسواق، لكن السلطه المنتخبه ارشات انها تضرب الميزانيه ديال الاسواق. مؤخرا كاين ملف راه من عند السيد الوكيل العام اللي عطى الاوامر ديالو للفرقه الوطنيه من اجل التحقيق فيما يخص وداديه الخير اللي كانت مبرمجه سوق نموذجي بين عشية وضحاها صبحت تابعة لوددية السكن الموظفين. وانت كتشوف منطقة ديال بن مسيك الناس كتموت ناب صح ماشي كدو كاين اللي نهار الجمعة كاين اللي نهار الجمعة طلب باش ياخذ كارو كاين اللي نهار الجمعة طلب الخبز. فما يمكنش الناس كون كان عندهم سوق حنا ما غنتحداوش الدولة
كون كان عندهم سوق حنا ما غنتحداو السلطه، لكن هاد الناس ما عندهمش قطاع فين يتنظموا. اشنو واش غنلحقو من الاجرام؟ ما يمكنش السلطه المنتخبه اللي جاي يدير فلوس اللي جاي يشفر دون حاسب او راقب. فنحن منطقه بنمسك اليوم كتقول لا للفساد ولا للاهمال، وغتوقف على جميع المرافق ديالها. وشكرا. انا بنت الشعب، السلام عليكم. انا بنت الشعب وبنت عماله بنمسك، عندي أربعة أطفال، وتا أنا من الفراشات، تا أنا من صحابة الكروسات، كندير غير النعناع وحيدوني، ما عنديش باش نخلص أم الأربعة أطفال، أرملة، ما عنديش معين غير ربي وديك الكروسة اللي كنفع على قبل وليداتي، وحيدوا لنا هاد الكروسة، ما عندنا معيشة يوميا، ما عندنا راجل غيهزنا، ما عندنا عائلاتنا على قد الحال الحمد لله، حنا ما طالبين من السلطات والو، عاس سيدنا محمد. وما طالبين من العمالة تمسك حتى شي حاجة، طالبين يعطيونا حقنا بحالنا بحالهم، طالبين بحقوقنا، عما نعيشوا ما ناكلوا فين نعسوا، ما باغيين دار، ما باغيين طوموبيل، ما باغيين فيلا، يعطيونا بحالنا بحال الناس الخير، وهادشي اللي كنطلبوا. عاش محمد السادس، وعاش محمد السادس، والله ينصر سيدنا خويا، الله ينصر سيدنا.